فإذا قابلية الولي ظهرت من ذيك اللحظة، ظهرت لنا وحنا خلينا مدير عليها خيشة نتيجة لأنه ضحى باثنين من بني عمومته معنا، واحد منهم البشير ولد عبد الله ولد الدخيل، والثاني قابوس اللي هو ما نعرف شنو قال الله يرحمه عليه ويعافيه رجل مواقف بعد. هذا نتيجة لمواقفهم ونتيجة لإيمانهم بالثورة وتحررهم من ذاك المحيط الضيق اللي تفرضوا القبيلة ولا العائلة ولا كذا، وساتهم على أنهم يتحملوا ما تحملنا احنا في ذيك 10 أشهر الأولى. ايوه، فإذا قبلية الولي إنسان قبلي بحت معروف، والله إلا قبلي، والله هي الولي ما قد يمثله في أفكاره ولا في قبليته ولا في مسائله اللي ما هي واضحة ولا في كلامه اللي شي وفعله اللي شي ثاني. ما هو شقيق ذاك اللي تآمر مع الجزائريين ضده اللي هو البشير اللي مازال قاعد معاك مضريك واللي قطع عنه، اقبل ببلاصة أخوه بطريقة غير مباشرة، ياك يحلل الجو يا غير أفكاره اللي هي أفكار الولي. اللي واسع على أن هذا الوجيش اللي متبارك معنا احنا هو في ذو المنابر، واللي والله اللي زين عندي نعرفه يا غير قالاش هو الخاسر قالوا، وياكن قدو تم ولا ردوا لي بالخاسر ما يختارج وقع نعرفه لعل يعود الله حد من دمنا والله من الحبنا والله قريب لنا خير اللي يتم حاش راسه في ذي المنابر ويقول اللي بغي، ياكن نقولوا احنا اللي بغينا. فإذا قطعا على أن الولي قبلي، قطعا أنه تشهد عليها ممارساته، وقطعا أنه مارس التعذيب سابق يموت ومارس الإعدام في حق المناضلين، وردت شعارات اللي هي قطع أنه توقيفات خلقت في عهده هو بانيها على 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 على, على, على تقرير سنولو ذيك الساعة أيوب اللي كان في الشمال واللي قبض ذيك المجموعة من توسة وقال هي جزيرة العدو، وبها نبش المغرب على ذيك المراكز اللي خلق ذيك الحملة، وانتم ما تعرفوا كاملين ذاك اللي عدل أيوب فحدات الشمال منين اللي رجعت عندنا للخلف وديها التطرارت وقبيض لهم وبطوا لهم، واستطاعت واحدين منهم على انهم يهربوا شغل مسيد اللي كانت فيها القوات المغربية، واستنجوا بها هو اللي واسع على ان ذاك. فاذا ذيك المجموعة كاملة ايوب ما كان في يده قرار الحبس ولا في مستوى كتابة التقارير ولا البيانات ولا من شيء من ذاك اللي ذاك هو ذاك كامل يتحمل الولي ومسؤول عنه الولي، واللي في مستواه هو الولي، وهذا هو اللي خلق واللي قطع عنه. كيف جند واحد قال له النعمة من بني عمومته لإيقاف ذيك المجموعة اللي كانت فادت والسيقان في تامريكا واللي هي من مجموعاتنا احنا اللي عزلت عنه، هو اللي كلفه بتوقيفها، كلفه بالتنسيق مع 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 مع, مع, مع ياسر، تعرفوا هي ونعرفوا أنا، وقطع عنها هي هو ذاك النعمة واللي معاه من حد يخدموا بإمرة الولي، هم اللي استردرجوا مجموعات احنا ذيك كانت فم واحد واحد واثنين واثنين وثلاثة وثلاثين انتهى بهم المطاف إلى ذوك الحفر اللي في قويرة الرواضة. وقطع عنه الولي هو اللي كلف واحدين قال له حمدي بقي من بني عمومته ملي، وعطاه الضوء الأخضر ورسله شغل القصيب مع 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 دفعة كما ولا ما يعرف مع بعد ذيك الحراسة اللي كانت فهم، وهو اللي شرف على توقيف ذوك المندسين الخونة الشلوحة اللي جايين من الطنطان واللي ولقطوا واحد واحد واللي هما كاملين لا أصدقائهم وكان منهم، واللي قطع عنهم منين خرقت الحركية والتصحيح اللي عدنا احنا في ديان التوترات وما كانوا بعيد منه لأنهم كانوا في الشمال يا غير تم استدراجهم وتم حبسهم
وتم توقيفهم بإشراف حمدي بقي وبتعذيبه وبتكتاف لهم، وهما أعز الأصدقاء كانوا بالنسبة له، أعز الأصدقاء وأعز المناضلين كانوا. كان بين مارسين مهامهم ذيك الساعة، ما حد في الطنطان وفي الطرفاية فيفني وفيك الترابيزيكي. فإذا قبلية الولي ما هي دارقها، قبلية الولي ما هي دارقها، قبلية الولي ما هي دارقها، لأنه لعاد هو كان داير عليها حشيش ولا هيك آخر، ما هي كبيرة، مارسها مباشرة وراح خلفه ولي عهده ولي سره اللي هو البشير مصطفى السيد، ولقبنا احنا واحد واحد عقب موت الولي، وندرنا في الحفر وقسمنا على الأحباس، قطع عنه اللي يكلف بينا هذيك الناس اللي كانت مع الولي. احنا كان مسؤول علينا قائد حراستنا اللي قاعد مع اصحاب المنين يبحثونا واللي يزمق ويقول الكلام، الا حياة ويمر ولدالي، حتى ولا واحد من ذيك العصابة اللي ذكية. فإذا نحن منين نجو خرصوا الولي، شو معدل؟ راه ما معدل شي صالح كان، وقطعا عنها عجلت عليها الجزائر. أما كان بيعته هو للجزائر اللي تعد أكبر من بيعة أصحابه له. السلام عليكم، نوبة ثانية عايدة دخلت علي وكلام الله شي ذاك. مرحبا بكم كاملين وسهلا وهلا. سمعت قلت عني كلمة محمد اللي هو عبد الحي ولد الجولي، مرحبا بي وسهلا. سمعت كلام اللي الحاجة ترد عليه، وشوف ذا الأوديو عبد الحي تبان رجعته الحاجة نوبة ثانية، ولا شفت حد تفاعل مع الحاجة متبوي، جزاها الله خيرا على كلامها وعلى الحقيقة اللي دائما تتكلم عنها من بداية هذه المنابر، وهي ماكبة هاي المنابر وتقول فيه ما لاش حق. شوفوا الحقيقة، حد باغي يقول الحقيقة يقول من هالشي، ما المعنى قاعدين نقولوها كامل. احنا الحمد لله دخلنا الدار وشفنا حوانيتها وشفنا مصاراها وشفنا ذا اللي فيها كامل وعرفنا على ظهر الحماد. ويلا قلت الدار هي الجبهة، ماكبينها مزلنا صغيرين من 74 ديك الساعة، وتمينا ماشيين مع ذا الشي ومع الشباب ومع كذا، وقسناها مزلنا صغار وربينا فيها قل 16 سنة، ولا أجبرنا فيها ما وشي ريخة مش يا غير ذاك فيه الخير، ذاك فيه الخير، ذاك فيه الخير، والحمد لله على كل حال. يا ربي اشهد ان حامدي اللي مات لله هي مرطنا حد، واللي في الجبهة عارفين متأكد منه، هذا عبد مولانا يتكلم معه وجايب أخبار وقبال ما يقولوا لي حد مولي ولا يردوا علي حد. شوفوا قيادة الجبهة من عند حياة الولي الله يرحمه، القيادة هاي التالية اللي عاقب الولي عارفينها كاملة، وعارفين حتى الخطأ الكبير اللي عدل الولي عارفين، وعدل أكبر خطأ هو قبض الرفاق اللي كانوا معه وحبسهم، وهو اللي مكتفهم وهو الواقف على كتاف، وفيهم واحد ولد عمه شقيق وهو البشير ولد خير راعي مزال حي، وفيهم أحمد والخر والمحمد والخر، وفيهم حسن المدقري راعه مزال حي، ها، وفيهم السيدي يوسف راعه مازال حي. المجموعة كاملة اللي مكتف واللي يشرف على كتافه هو الشهيد الولي، وهذا خطأ لا سمحوا لي راوي ما يليت ذي الحقيقة. أول نوبة اللي نقولها لكم ونقالت سابقة اللي نقولها أنا متحمل مسؤولي ذي اللي نقول. المسألة الثانية ما يسمى بشبك تكنة وهو انطلق عليها اسمها مازال واحد، وأول رقاج شاب صغير ما فات الحق 17 سنة أشرف على التعذيب وهو
الولي الله يرحمه، وطورق مولي نعطي به مثال، وطورق قدام المجموعة كاملة، وراو إلا سمعوني هاي المجموعة عمري يقولوا هذا الراجل يكيد، هذا كامل عشناه وسمعناه وتأكدنا منه. والولي تميز من مثل الله يرحمه، والمجموعة لمعه، وراه ما خارج حد لا يعدل شي وحده، يعدلوا بالناس والمفكرين اللي معه. والعلم الجميع مولي، لعلي يقولوا عنا ما أننا فاهمين، مستشار السياسي اللي دايما هو أحمد بابا مسك الموريتاني الله يوالي برحمة الله، كان دايما داير بزروش تاشر معهم مستشار مثقف، فثقف منه هو مولي. هذه للتاريخ ما تزيان عندي ياسر ضريك، غير هذه الحقيقة. جاءت عقبه ما يسمى باللجنة التنفيذية اللي تكونت وداروا على راسها محمد عبد العزيز، جابوه من العسكر وداروه، ومزراو المحفوظ علي بيب، ودخل مولي الحبس المحفوظ علي بيب، فيه هو اللي كان نائب الشهيد الولي، لعله يجي في بل واحد من الزرقية. هذا الكلام هذا للتاريخ، هذا للتاريخ. ياسر من الشباب هون ما يعرف التاريخ، خلينا نقول شوي من التاريخ، ننطره من المخلة من الظبية، ولكن راهو عنده الأخطاء أخطاء. هذا اللي يقول والله الجولي عن محمد عبد العزيز، احنا عارفين اكثر من ذا اللي يقوله. محمد عبد العزيز وقيادة الجبهة واليمين المساعد، انا ذاك اللي كان يقطع بريشة تبارك الله، الله يطول عمره، مولي وزير الدفاع إبراهيم غالي، إبراهيم غالي هو وزير الدفاع اللي ما قال قاع إبراهيم غالي ما قال شيء، أفهمت. واللجنة التنفيذية ومحمد الأمين ولا أحمد مولي ما ننساوه، هذه كاملة كانت تجي توكل عند نفس زين الرشيد وتشرق، أعطانا مولانا عمارنا نقعد نرد أخبار ورفاقنا نحن وأصدقائنا وأخوتنا وقربائنا يعذبوا في الليل، ياك فهمتن، وهم يتعشوا فهم ويوكلوا ويشربوا وهم يعذبوا، جايين من الخارج وجايين من كل بلد، ياك فهمتني، يعذبوا فهم وهم يوكلوا ويشربوا، ياك فهمتني، ويعدلوا المسائل، ياك فهمتني، ويخطوا، وهذو اللي يعذبوا لا مظلومين ظلما وعذبا، معناه انه هذا هو اكبر خطأ. أنا هذا بنادم قطعا عني مسفه به اللي أولا به اللي أولا حسوا قال عنه، قال هو ما عاش فترة الولي، يا غير بعد يبان يتكلم عن الولي كأنه قال هو المكون، والله هو المعدل، والله هو من يعرف، كان هو الخالق، والله هو الرازق، والله هو شنو، يتكلم عن الولي من منطلق على أنه إنسان وعلى أنه الصلاح وعلى أنه هو جاب مولانا ذي الأمة، والولي هو أكبر ديكتاتور وأكبر جلاد وأكبر فاسق عرفته أهل الصحراء، شتت اللي منها كانت قاني في ترابه وخلطها بكراع حمار فوق 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 تراب الجزائر، ولا لا 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 أهل الصحراء مرقين صدقة اللي ما مشى معاهم وما ظهرت من بدايته. هذا اللي تتكلم عن الولي وتواسع عنه السماء والتراب، الولي هذا هو أكبر مجرم، الولي هذا قطعا عنه أول حد مارس الجرم في حق أبناء الصحراويات هو الولي هذا ولد السيد. أنا نتذكر جيدا عني أنا والبشير ولد الدخيل، إلى عدت يا أبو مانك عارف، أنا والبشير ولد الدخيل منين تم توقيفنا في الليل في دويرة التنظيم اللي موجودة في تندوف ذيك الساعة، اللي خبطنا وبطنا وعدلنا وكتفنا بيدو ما هو بحد ثاني هو الولي، ولد حالينا بكريعات ذوك اللي قطعا عنه ما عقبنا الخير، والله ما عقبنا الخير، ألا ولد دخيل وولد خر
صرتك صرت يعني عندنا كرهني ما نزربين بالفرناء ولا ظهرت وكملها وجملها على أن أول إعدام المعلوماتكم هذا راهي أول إعدام ومارس في الجبهة ومارس بأمر من الولي ونفذ بأمر من الولي واللي منفذوك واحد قالوا سالم ربيع قطع عنه خليك سنة 1975 نهاية شهر 7 في حق شريف من 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 من, من, من بوغرفاوي إن قال له الثوري وقطع عنه الولي هو رقم واحد في التنظيم وهو الأمين العام وهو اللي مباشر التعذيب كان في ذيك ذيك القوارة اللي قالها قوارة الرواضة اللي قاعدة شرق سيد بلة كان فما تيجي قبال ويعذب وخير دليل على ذلك هي جميع الناس اللي جي محطوفة من المنطقة كان يباشر بعثها وجميع الناس اللي جابت من ذيك الشبكات اللي قالوا هما على أنها شبكات القصيب ملي قطعا عنه باشر التعذيب فيها واستنطقها الولي بذاته فإذا الولي احنا لا يحاول حد يخلق لنا منه شي احنا ما نعرفوه والله أكثر من ذاك اللي احنا عرفناه به وصنفناه وكلاسيناه به مجرم لعاك قطعا عنه ذل فيها للصحراء كامل اليوم التناقضات وذل فيه من هزايم وذل فيه من شين السعد وذل فيه من شي سبته هو فإذا الولي احنا ما كبرنا حد باغي يسول على الولي ويعرف حقيقة الولي يعرفوا ما عند البشير ولد الدخيل ويعرفوا ما عندي أنا أحمد ولد محمد الخير ويعرفوا ما عند قوم القصيب ويعرفوا ما عند ذيك المجموعة كاملة ويعرفوا ما عند السالك والدباء ويعرفوا ما عند ذيك المجموعات اللي قطع عنها عاصرته لأنه إعدامه للثوري وتعذيبه بالمباشر والله عن طريق الوسيط بالاعتبار على أن التنظيم فيه ذيك الساعة السالك والدباء هو المسؤول عنه هو المسؤول عنه يا غير هذو بعد الاثنين قلت لك ما زقنا العام وراه صباوه قطع عنهم الاثنين شرفه واحد بوغرفاوي معروف والثاني لا عاد ذلي يدعى ذا الراجب ولاد شرف ولاد علي ولاد كذا قطع عنه السالك والدباء اللي حتى هو لا من ذيك الطينه اللي ذيك هي فاذا هذو بعد الاثنين قطع عنه استشرفوا هو ما سلكوا من دعوتهم اللي ما بغنت به ما زقنا به العام الين كان مصيره ذاك اللي عرفته كاملين كان مصيره ذاك اللي عرفته كاملين كان مصير ذاك اللي عرفته كامل وكيلنا فيه مولانا. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير يا جماعة. الله شكيل ما قيل. مرحبا بكم كاملين وسهلا وهلا وإن شاء الله تعودوا كاملين بخير وعافية. تحياتنا لكم جميعا وتقديرنا. ولا سمعت هذا الأوديو اللي جاي من عند عبد الحي والجولي واللي طبعا قال فيه ياسر من الحقائق كنا نقولوها وكان هو جزء من الناس اللي يقمعنا عنها واللي كذبها غير بعد مولي ما هي مشكلة ما الغلط لا يعود الغلط لا زايز والتغشمي مولي لا حاجة يقولوا الناس عن التغشمي حتى هو حاجة يا غير بعد مولي منين تنفتح بصير تحد ويوعى على ذا اللي كان ينقال وعلى ذا اللي خالب وعلى ذا اللي فاتوا وعلى ذا اللي ما فاتوا أمه اللي ذكرها بعد حتى هي أمه اللي لا رجلة ولا حد بعد عنده الخيال اللي قد يوظف فيه الفكر اللي جلته عنه يوظف هذه حقائق وطبعا هاي الحقائق هو بدأ بيها لا من عند هذو الجماعة الاثنين وهي الحقائق بدأت من سابق ذاك والحقائق بدأت من سابق ذاك هذو الجماعة الاثنين اللي ما كانت فايتتهم كانوا لا من السلطة اللي موجودة وطبعا علينا ابراهيم قالي هو اللي كان في اللجنه التنفيذيه مال الثاني قد ما فاتت الحقائق لان الحقائق كامله تنصب في السكتور وهو تابع له يا غير بعد مولي عقب مولي ما فاتوا شيء عقب ذاك اللي سبقوا اكثر من أكثر اقل من ذاك اللي فوت هوايه يمارس هذه الاعمال اللي ذي هي على حساب وعلى معاناه وعلى مأساة شعب ذنبه الوحيد الله على أنه يبحث عن وجوده ذنبه الوحيد الله أنه نيته خالصة وصادقة في ذلي ماشي فيه والله ذلي متقابضة معه إذن هناتي هذا كامل كان لا ينشاف حتى الناس اللي جات مقطوع منها اللحم وموكل لها
وحتى الناس اللي جات وقالت عنها ووطى عليها في الأحباس ووطى عليها ظلما وعدوانا وكتفت وبتطت وندارت في غيران الرابوني وانخطفت. من تتكلم عن هذا النوع ذنبتم الممارسات ينقال عليها لا الثورات ولا الصابون قاع قبيلة يقتلوكم يا كانكم قاع ما تتكلموا في ذا الزمن اللي ذهو. وهذا راعيه الحق لا بد له يتم جابره والتوقف معه إلين يوصل للمراحل كاملة. لا بد لكل مرحلة تم تباصيه للمرحلة اللي في الأفاق إلين تو يوصل الظلم ويوصل التاريخ ويوصل ذاك اللي كامل معاه الحق توصل أخباره للزمن كامل. ولا يعود الضريكة يعطينا السلامة تم الأجيال اللي كلها اللي يباصيه للثاني إلين بعد أهل الظلم وأهل الجور يعرفوا لأنهم ليتم لا ملحق بهم ذاك. وهوناتي هذا اللي يستر عليه أنا ماني عارفة هذو الناس اللي تكلموا عنهم هذه اللجنة التنفيذية اللي جات الدورة لا شيء عن ذا الشعب واللي جات الدورة لا تنكل بذا الشعب واللي جات حافظة ذا اللي يعدل في العدو قالوا هما حافظة ذا اللي يعدلوا العدو وتدرس به الناس وتعدل به المحاضرات ومزالت في وقتها واقفة في المحاضرات راهو يمارس هذا على رجالة أحرار مولانا أبرياء وعلى عليات وعلى ناس وعلى شيب وعلى أهل لوقر وعلى أهل المهابة وعلى الناس اللي ما قاطعة تبدل دينها بشي ولا تبدل أخلاقها بشي ولا تبدل وطنها بشي. هذا منين تلاقي يتكلم عنه عاقب ذا كامل منين خلب عاد اللي يتكلم عنه لا مجرم ولا خاين ولا ما هو دال على شي أو الناس مروت متوالات هذا الرجل اللي ذا هو اللي دافع عنهم ومأساتهم وعذابهم وشاقاهم وتنكيلهم توالى الناس اللي عندها من الذنب على أنها جات الدور صحق تسمع يلي تسمع عطوها الدور تساهم فالله ترفد زر الشارية والله ترفدها قاع كاملة كيف قاع رفدتها كاملة. السلام عليكم شحالكم ياك لباس ياك الخير ياك لباس من جديد اسمحوا لي شوية قطعت كازي عندي عجوات متابعين يا غير ما ذاك ما كتبوا لنا نتيجة الوقت اللي نقول أنا الولي اللي حاول حد ذريك يشبحون وعقل النفي أنا قاع والله هي ياسر من ذي المسائل اللي نعرف أنا ماني باقي نأخذ فيها من منطلق اللعلانها هي تعطي الشريعة لتهاب الرقبة يا غير يا للأسف هما احنا ينكالنا بمقاييس ما هي مقاييسنا ونعرفوا عن ذي اللي يلحقنا كامل من ذي اللي منين تتكلم مع واحدين يقولوا هما راهم لا السفهاء ولا يد حد بهم يا غير قطع عنهم السفهاء هذا كيف قالوا هما عنهم خلاق لا يمس وعنهم قاعدة ما عاصروه يا غير ما اللي يتكلموا به بشكل قبال اللي عشناه احنا ذيك الساعة وهذا ينم على أن هناك اليد الخفية. الحقيقة على أن الولي لو كان يقدر حد ويطرحه على رأسه وقطعا عنه يشركه في جميع أموره يلتقوا بين ما يتخطى نحن يلتقوا ما يتخطى نحن دوك اللي عاد من نهار رجع هو حميناه بذاك اللي خلق نحن الروس وسميناه اللجنة العسكرية للدفاع عنه هو في حد ذاته والكبح مؤامرات اللجنة التنفيذية واللي قطعا عن إذا أكرمت الكريمة إنا لله وإنا إليها راجعون توف كان قطعا عنه ضحى بينا في أول فرصة تتاح له ضحى بينا في أول فرصة تتاح له راني نقولها ونعلها إحنا ذوك اللي جبنا اللجنة التنفيذية وقعدناهم تحت العلم في مركز وديان توترارت وحاكمناهم بهكذا عبارة تقول كأن حاكمناهم والله زاد حاسبناهم أدق عبارة أدق على الخطوة اللي قدموا عليها بعزل الولي من منصبه وتكليف محمد الأمين إلى غاية المؤتمر الثالث في نفس المنصب. احنا قطع عنه واللي ردينا له شانه وإلى عاد كان اللا أمين عامل جبهة بوليساريو مضغوط فيه من طرف أعضاء من اللجنة التنفيذية شايفين عليه حيويته إلى عاد حيوي شايفين عليه صراحته إلى عاد اللي صريح شايفين عليه قدراته إلى عاد اللي مقتدر شايفين عليه ياسر من شيء
اللي احنا قاعد بدنا نعوده حتى احنا كنا شايفينه فيه غير قطع عنا، ذي اللي شافوا فيه هما وساهم على انهم يتآمروا ضده مع الجزائر، عقب نحن شفناه فيه وهو ينقينا واحد واحد ويستعمل ضدنا في الإطاحة في شراكو، واحدين كانوا معانا من اجله هو قطعوا عنه، ما جايب لهم ما جايبهم له الوطن، ما جايبوا لهم الوطنيه ولا جايبوا لهم الثوريه، جايبهم له جايبوا لهم الارقبليه، قطع عنه الى عاد حد رفد السلاح، وكان اكثر تشدد بالالفاظ ذيك اللجنه التنفيذيه بالذات الا ذوك الناس اللي عقب هو سجننهم به وساهم على انهم هم الكل في الكل، وضحى بينا احنا ذوك اللي يعرف هو على ان احنا هم اللي كان لنا الفضل ذاك كامل فكرا وقرارات وتصرفا. من فما تيجي ذاك اللي ما عندنا له اسم ويبقى يخول لدميه ويبقى يكذبها عن ذاك اللي صنعت وعن نيتها الخالصه فيه وعن اندفاعته فيه وعن انفاسها اللي ما شاك عنها تقدر ترقب النفس ما هو بنقرو، يجي يكذبها عن ذوي يخونها ويقولها عنها طاحت في حضان لعدو. اصل احنا يا واجعه طحنا في حضان لعدو، واصل احنا يا واجعه طحنا في احضان المؤامره، واصل احنا يا واجعه طحنا في احضان حد ما يعرفنا ولا هم عدل بينا شي، ودور يعدل الله شي مصالحه ويعدل الحصانة ويعدل القرارات ويعدل الأمور هذا القوانين على مقياسه وعلى مقياس قشابته. ما القشابة أولاد الصحراويات ومجالهم الواسع اللي يجوا متخرجين ولا ينطرح لهم بحساب، ويجي واحد من دولة ثانية متخرج قايس دولته ويجي تقدم له القيادة، أصل ما هو قدم له اللبن ولا التمر، قدمت له لا القيادة هذه اللي حتى هي الى عاد خالقين العدو، هي 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 اسمها قاع ما قد ينجبر، اسمها ما قد ينجبر لانها اعدم العدو وفشل من الفشل، ونروم على ذا كامل وخالق بعض من الناس اللي ينسمح له والله يقد يقول ذا الكلام، وخالق شي ما يلتقى عنه يتكلم ولا يحس بألمه، حتى لحمه قاع ذاك اللي انقطع منه ما خصو عنه يحس به ولا يكشح عنه ولا يذكره. إذا أنا الحمد لله، الحمد لله اللي له تم الظواهر وتم الجرائم وتم الفشل، إلا كل ساعة يجيب مولانا حد لين يراجع ذا كامل ويكب المخيلة. راي الحمد لله ضركاتي المخلق كبها حد من المناضلين كان يدافع عن ابراهيم قالي ويقول اعلنوا، الثاني خلاها دير باله، وهذا الراجل الص اللي حانوا تشوفوا واللي حانوا نتعاونوا معاه كاملين، وكان يرسخ فروسنا كاملين على ان نتعاونوا معاه واستبشرنا خير، رغم اننا نعرفوه مع الرجال زمان، وهو على الرجال اما هو ما كان مع الرجال لقطع عاد معاهم غير زمان، وكان على الرجال وعلى المقاتلين عنه وزير الدفاع، نعرفوا ذاك، نعرفوا آتري، ونعرفوا الجوع، ونعرفوا العطش، ونعرفوا أدواخ، ونعرفوا التميحلي اللي كان يتلقاه المقاتل اللي يعدل العمليات ويفوت ذا كامل، يزحى ويفوت ذا كامل، ما نعرف شنو هو معاذ كامل ما موفر له إلا قد اللي الصحق يقرقر عين من, 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 من أساليب الحياة. حتى أدواخ والله آتري ما يقد باطل ينبلق في شي يقلعوا عنه مالو كيل والشراب خليه قاع، أمشينا مشيو لا نسخالو بحفنة من العدس والله حفنة من شي ما يطيب، ما عندها النار ولا عندها الماء اللي يطيبها، يفتخر علينا احنا يفتخر علينا به كأننا نعرفوه، ومن فماتي الشعب زاد الصحراوي ما ينجح ما هو غالي، إيه والله لا ينجح ما هو غالي، والله لا حرك عن روسكم، والله لا حرك عن فماتي، وإن شاء الله مولي كيف قالوا، لأنه لا يطول مولي عمره، ويتم الله فماتي، غير بعد ذاك ما هو له يقلع البصمات التاريخية اللي وعدلت في الشعب الصحراوي من جرائم، ومن شيء مر به الشعب الصحراوي ومن تنكيل،
ومن خسارة ومن فساد ومن رخي ومن قلة التدبير ومن ضعيف العقولة ومن ضعيف الفكر ومن ضعيف ذاك كامل. ذاك ما هو اللي يقلعو، اللي بقصة اللي يتم يتنفخ وتمال كذا كيف جاءوا مالكين ومن ذاك الزمن، ولا قال ولا تقدم لهم حد فيه به اللي ما متقالعوا حد معاهم يتم ولا مستمرين فيه. يا غير لي صح الله صحيح الصحراء لا عندهم حق لا يعطيه لهم مولانا ولا هي يصرفوا فيه من دونهم، هم ما عندهم اللي حق ولا قدرهم ذاك هو، راهو قدرهم ذاك هو واللي باقي يتم يتبع الظلام ويكذب عن ذا ويخوننا يتم اللي يعدله. لا راهو بعد من الساعة اللي قتلوا بهذا الشعب اللي ذا هو ما علمنا مولانا بشي جابه مولا عاد التفعفع والحروب والويلات والتشريد من الأرض وصناعة مجاد لهم همايا في الخلال الخالي وتوفوا شياخة وترياصت ورواية قاعه وتقلاب الأكمام بشي ما جايبوا بعد حد من عنده له، لا أم اللي كان طامع وما حده عنده له. المسألة الثانية ولأول مرة نقولها لكم وللتاريخ نقولها لكم، محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية العربية، رئيس الجبهة ورئيس الجمهورية العربية ورئيس كل شيء، كان الناطق الرسمي معه مع العينين الصديق اللي يتكلم الإنجليزية والفرنسية، واحد من ايت الحسن، كان في الكتابة العامة أصلا من الناس المثقف. هذا باطل الله لعل يعود فايتنا، لو ما فايتنا شيء مولي من النجبه راهو جايبين من الاخبار اللي ما يرد علينا حد ليه ملي علينا، ما مشينا على الجبلين عرفنا فيها كلام في القياده، ايه ما هو للصحراء قياده على قياده ما تصلح لشيء. شعد عبد العزيز دار 12 مستشار من ابن عمه مزق النيمبي، لا داعي نجيب اساميها كامله ولا حتى هون ماني جايبها باش تعرفوا عنه انسان ما يخدم مصلحته للصح قياده ركيك. واسمحوا لي الله يجازيك ما قد تكون نقولها لكم وهو النوبه نقولها، ياسر ما هو عارف الا صفقت له بديل لبديل 12 مستشار دارها مزرع مع العينين الصديق واصل يسوى فيهم ولي، راني قايل انا الولد عم هذا العمل اللي عاد محمد عبد العزيز وباستشارته قيادة معاه تبارك الله الرشيدة اللي باغي يهمها للصحراء لا عنها ما هي مراعية الهمة للصحراء ومراعية الهم روسها ومراعية الشيء ما نعرف قاشم. أنا أظن عنه كامل عمل راخي طالبين مولانا ومجل الرسول صلى الله عليه وسلم باش ما نطول كلام واعر عن الله يجيب إن شاء الله شباب لأهل الصحراء ويراعي مصالح أهل الصحراء عامة كلمة كلمات. ودائما نكرر عليكم كلمة في شراء وما فيه خيمة ما داخلت أهل الصحراء كاملة من شمالها لجنوبها لقربها جنوبها لقربها لشمالها ما يوصل. هذا هو اللي نقول لكم ومرحبا بكم وسهلا والحمد لله على كلامه ولده الجولي اللي رجع للصواب وعاد يقول الحقيقة، كان شافرنا في هاي المنابر قاع ما خالد حيمه وابراهيم غالي والقيادة وإحنا خوانا وإحنا ما نقولوا ما هو شيرويخي هو الحمد لله اللي رجع للصواب وعاد يرد أخبار اللي عدل فلان واللي عدل فلان الحمد لله الحمد لله. يدور يجيك من ما هو ذا ودور وترجع الكلام اللي إحنا كنا نقوله. يوم مرحبتي بكم وسهلتي مرحبا بالجميع. احنا الحمد لله ما مشينا من فملين قبضنا الاخبار وجبناها فهمتوا لا عجلنا على المشي ولا على المشي صار بلدنا لين قبضنا الاخبار ومشينا مضطر حين مولي
ما مشينا نجري وصار الرابط هاربي، مشينا بالشور وبتسريح مطرحين والتسعين، فهمت؟ والشور علينا، فهمتي؟ مذكرتنا ما انقلعت منها مليانة من المعلومات، الحمد لله جبناها معانا، ما خارج شي ما كتبناه عن ذيك، عن أصدقائنا ذوك اللي ماتوا ظلما وعدوانا، ولانا لا ننساهم. هو مرحبتي بكم كاملين، وسهلا وأهلا، السلام عليكم ورحمة الله. للحديث بقية، مرحبا. كله يتكلم هنا تيقول لك لا تزوروا التاريخ ولا يخلق التاريخ وما التاريخ والتاريخ ما التاريخ والتاريخ قطعا عنه ما هو مشرف إلى لحد يعلم منه من عند 73 على الإله ما هو لا يجبر تاريخ مشرف لأنه لا عاد خلق شيء والله لا عاد خلق زين شي خلق عنها الفكرة خلقت لكن ذاك اللي اتفق معها كامل من شيء قطعا عنه ما ينم عن تجسيد فكرة والله عن دفعها لقدام باش تحقق الهدف اللي مجوب عليه الفكرة أو ناس جاو يدوروا ما يدوروا يطبقوا فكرة جاو يدوروا يعودوا شيوخ على رؤوس الدمية وجاو سلطة وجاو سلطة ما هي شافقة مولي على حد ولا بينها مولي حنان ولا ارتباط مع حد ما هم مع ذواتها مع مصالحها الضيقة اللي الهات فيها مع مصالحها ضيقة ما لها شيء ثاني هاو الناس مروتهم إلى عات اللي جبرها حد إحنا بعد رانا ما جبرناها والشعب الصحراوي راه ما جبرها وجيراننا راه ما جبروها ومقاتلينا راه ما جبروها وخلقنا اللي جاي قطايع بط مرع على كرعيه راه ما جبرها وإلى عاد فايدتهم جبرها حد إحنا رانا ما جبرناها كشعب صحراوي جاي يتكلفط من أرضه رانا ما جبرنا لهم فايدة ولا جبرنا لهم نتيجة ولا جبرنا لهم أزين شي جبرنا لهم لا تفعفعتهم الفعفعونة على الكذيبة يدوروا عدلوا بها همهم وراهم عدلوا فيها همهم وراهم استمر فيها اللي باقي يستمر فيها اللي أعطاهم لنا يستمر فيها من الزمن راهو استمر فيها ما هو قايل أح ولا هو قادل في جوع حد ولا في عطشه ولا في مرضه ولا في جرحه ولا في استشهاده ولا في ذاك اللي جبار كامل من 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 شين السعد عليه هاي الفكرة اللي هي فكرة كاذبة هاي المقامرة هاي المقامرة اللي طيح وسطها هذا الشعب طيح في هذا الشعب اللي ذا هو هاي المقامرة اللي ذي هي إذن هو ناسي تاريخ كله جاي باقي يرسمه اللي يكلم عنه للتاريخ زمنه ما فيه ما هو الجرائم ولا فيه ما هو التنكيل ولا فيه ما هو الإقصاء ولا فيه ما هو التهميش ولا فيه ما هو اللعب في مجهودات الرجال ومن فماتي هذا قصبا عنكم تصرطوه راهو هذا عدل التاريخ وراهو كان وراهو كان وراهو كان يا ولا عاد كان وكان وكان راهو الشعب الصحراوي ما يجبر له بعد فايدة راهو ذاك اللي جبر له فايدة هو اللي يتكلم عنه واللي جبر له فايدة ذاك اللي دافع عنه واللي جبر له فايدة ذاك اللي جبر له فايدة ما هو الشعب الصحراوي اللي جاي يتكلفط من عند أرضه ما يدور يقلع الجوع ولا يدور يقلع العطش ولا يدور يقلع الشوك ولا يدور يقلع الزكلاط ولا يدور يقلع شيء ما هو يرجع شور أرضه في النهاية هذا كامل مرر عليه والفرصة والنتيجة وورق الضغط العدل تنقلع منه عينه يحرقوه ومن فمين قال التاريخ سجل وما نعرفاش والرئيس وعدل وعدل الانجازات وما نعرفاش الانجازات عدلناها احنا المواطنين اللي تكلفطنا من عند ارضنا الانتاج والاستثمار عدلناها احنا الاستثمار في الانتصارات اللي عقبت ما وصلت مرت ولو عدلت فايده غير انجابت الاستثمار انتصارات اللي مجيبه الاستثمار واللي يالتها تعود جاية الناس يالتا ترسغها وتعدل منها انتصارات واحدين هم اللي لعبوا فيها وهم اللي خلاوا الصحاق يعدلوا على الأخلاق الرجالة اللي ماشيين من عند أماتهم وأخواتهم وتركتهم ولا فيهم واحد يسمي يشير ولا يحضر له يعدل الحصارات اللي لعدوا قالوا هما وهما سعد من لعدوا ومن فماتي عينه يحرقوه من فماتي لا يسلك من الرصاص إن قالوا طير من هوناتي هذا به الحليف قال بالحليف عدل مشي من هوناتي متاعبك خاصها الذوب تمشي في مهب الريح وهما قاعدين ذا ما مزوزهم في شي
حرقت الأرض وحرقت ذاك اللي خلق فيها كامل من نصها ومن الله من ذاك اللي كان تحت الدولة اللي تنازلت عنه خاصه يمشي في مهب الريح. حروه حررت اللجنة التنفيذية بندقياتها ولا تحرر الثاني بندقياتها. حا بعد لا تحزم الصحة قديك لا تخاف لا سلاح. السلام عليكم ورحمة الله الأخوة في صوت الشعب الصحراوي المكافح، مرحبتي بكم الأخوة كاملين، السلام عليكم ومبارك العيد، حفظنا ويحفظكم. مرحبا بكم سهيل. أنا سمعت كلام شخص يتكلم عن مرحلة معينة من التاريخ ويتكلم عن شخصية رمز من رموز مسيرة الشعب الصحراوي، لأنه حياة محمد عبد العزيز يعني قاد هذه المسيرة، الله يرحمه إن شاء الله، قاد هذه المسيرة 41 سنة. لكن الحديث للأسف ما عنده مصداقية نتيجة لانزلاق ملاه عن الحقائق، لأن احنا كيف نقول دائما عنا ما نقبله عن تعود تزورنا التاريخ اللي باقي يعدل شي صالح وينقال عنه شي صالح يلطو يعدل شي صالح باش يقد ينقال، اما الحد يعود يعدل شي خاسر ويدور نحن نتم نقول عنه شي صالح، وتجي على لسان انسان زبوني انسان متماصلح انسان يعني امتاز بنهب الامكانيات وتعيينه مولي تعيينه الحق ما هو منصف، لانه لا يستحق الاماكن اللي عاد فيها لا يستحقها. وفي النهاية يجينا وتلي يعطينا دروس ويقول عنه يعني عنه قبض هو المثالية، وقبض يعني النوع من الشهامة والنوع من قوة القيادة من شخص معين، وكأنه هو من نفسه مثالي وكأنه هو قدوة وقبض القدوة منه وكأنه هو قدوة. رانا مين عدو نخلو ذا النوع من البشر يعطينا دروس في النضال وفي الوطنية، لهن عدو احنا من نفوسنا معنا خارجين، لهن عدو احنا من نفوسنا هو انسان ما هو قدوة، وانسان نعرف ماضيه في الزبونية ونعرف ماضيه في يعني في الفساد، يجي يعطينا الدروس ولا يتكلم لنا عن حد، يتكلم لنا عن انسان والله عن شخص يعني خلاه يبطش في المؤسسات ويشكرنا. احنا حد خلاه حد يبطش ما نقدر نقولوا عنه ما نقدر نقولوا عنه عدل، لكن يلا احنا ندوره يحاسبهم اللي عاد اللي من عام ندوره يحاسب الناس المفسدين. ومنين يعود حد اليوم اللي يقولنا لانه خلاه هو يفسد يعني فاسد وخلاه يبطش ويعدل كيف بقى، هذا حقيقة يشجع القاعدة الجديدة ولا يشجع ذاك الثاني كيف قاعد معدل هو، فلانه راني ندور هذا فيه ميساج له، راني نتكلم عنك كيف تكلمت عن حياة محمد ولا كيف تكلمت عن اي شخص ثاني خلاه يعدل ذا. وهذا الحقيقة الشخص يتكلم ويقول ذا النوع من الكلام إنسان زبوني، رغم أني كنت نحترمه وما زلت نحترمه، يا غير إحنا خاصة نعودوا هون نطرحه من عاد توجيه العامة، لأنه هذا الميزات اللي قال هو إذا كانت اللي موجودة محمد دي 41 سنة يعود الحقيقة المشروع الوطني ما خاص إذا كان فيه بعد الرؤية وإذا كان فيه المثالية العالية وخاصة يعني في التعيينات وفي المسائل اللي ما هي قبلية ولا هو زبوني، واللي عادت الناس هم اللي باقية نقدر لا نطرحوا المسائل من عند 77 و 78 سيان الصلاة عاد باقية نبدأوهم عند ديار المجلس الوطني ديار العاطل زيار المجلس الوطني الساعة 17 دار ولا شو 20 دار ذوك من ينقاسوا ذوك عند من قبضهم محمد منهم وعطاهم من وبدأوا من فم جايين. على كل حال
باش ما نغدو بعيد، يعطينا الحقيقة تاريخنا، نكتبه كتابة حقيقية ونقولوا فيها لا شيء حقيقي. ما هن نعودوا نتكلم مثلا عن شخص معين نجبر عن فيه الصفات الزينة كاملة، ونجو تلاو نفسه بواحد ثاني الصفات اللي فيه بعيد من ذا الثاني. صحيح أنهم قادوا الاثنين قالوا ما مسياني، وافطر هذا الثالث هو اللي الصبح أضعف من ذا كامل اللي فات. لا قدوا نقارنه به الصبح إبراهيم قالي، ما قدوا نقارنه محمد عبد العزيز، قال هم الاثنين من خلطوهم، ما قدوا نقارنهم بالولي. محمد عبد العزيز هو اللي وعليه الرحمة، هو اللي كان موجود الحمد لله. بعد الكلام كامل انقال له مزال على قيد الحياة، وأنا طرحت لكم ذاك المقال باش تعرفوا عن موجود فيه كلامي كامل. هذا الكلام اللي نقول موجود مازال هو حي، غير منين يعود حد يطرح لنا ذا، معناه انه كذبنا ويقولنا عن ذا الكلام اللي كنا نقول ذيك الساعة، يقولنا عنه ما هو حق، وحنا مصرين على ذاك قلنا حق. وشوف ذيك الساعة حقيقية، إيه نحن هيه يعطي عود رجاج اللي عدل هو اللي قال له تاريخه وفق ذاك العدل، ما هو وفق مواضيع إنشائية المادة زبونية وكلها عاد هو قاع يعني سبت بروزه ذا الشخص، لأنه هو قاع ما كان يعطي يبرز ولا كان يعطي يعطي ذا بالقيمة، ونعطات له قيمة فوقه وندار في بليدات وكل بليدة مشى منها أثر ذاك ومعروف. هذا النوع من الأشخاص ما يظل يعطيني دروس، والله يعطيني محاضرات عن شخص معين هو 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 السر في الفساد المعدل، هو والله السر الدفاع عنه. على كل حال نحرجوا بعض الأوقات باش نقولوا هذه الحقائق، لأنه الفساد وانتشار الفساد وإعطاء عقبال يعني مواضع عقبال والدفاع عنه، هذا وقع في زمن محمد يوليه الرحمة إن شاء الله. إلين عدل المشروع الوطني دربالة كيف قال هو، خلاها دربالة تنشر حاجة تم يخلق شي قالوا الضعف والقبلية والزبونية وتحويل المؤسسات إلى مؤسسات قبلية على عينه، وكل قبيلة تجي تقبض مؤسسة، ومنين تمشي لك القبيلة والله تبدل الحكومة تصبح المؤسسة يعني ما فيها شيء. ما عدل المؤسسات نهائيا، والمطلوب احنا عنا نعود دولة مؤسسات، ما نعود دولة قبائل ولا نعود دولة عشائر ولا هي كل فريق اليوم جاي والصبح جاي فريق ثاني. وقت نوعا أسوأ تسير هذا، وأمتن زبونية وأكثر قبلية وأكثر يعني انفراد يعني بالتسيير الملي يعني الشيء. لكن احنا حديثنا عن هذا السيد اللي كان يتكلم، واللي نعرفه الأماكن اللي جاها ونعرفه ذاك اللي عدل فيها من الفساد، ويشكر محمد عنده الحق باش يشكره لأنه دافع عنه، لأنه ما خلاه يحاسب، ولأنه لصوا العنان وداروا في أماكن ذكية بل منين قبل يستنفع هو. وإحنا ذا ما هو الهدف عند الهدف الوطني، الإنسان يخدم المشروع الوطني ولا يستفاد هو، وإنما يعود هو بالإطار يعطي ولا يقبض. أما ذا النوع أنا ما قد نقول عنه إطار في نفس الوقت اللي هو بذل من أجل تكوينه وياسر من المجهودات في إطار الثورة، إلا أنه بعد الأساسية هو عن تاريخنا نعود نقوله فيه شيء حقيقي، ويتكلمنا عن شخص نقوله حقائقه. كل الأمور اللي وقعت في زمن محمد عبد العزيز والأمين العام. محمد عبد العزيز هو اللي الناس كاملة متخرجة من الكليات والثانويات كلها منين يجي يديروا جندي، والله عارف، والله يعني ينقصوا مراتبه نعرفه،
على انه ذاك العدد كان في الجانبه عند منين جات الترك عدو يعني اولاده هو جامعيين وعدلوا كله يفوت شهر يصبح وكانه دار هو سن قانون باش يصلح يعني يصبح ولو عنه يتخرج برتب الضابط ولا ده. هذه حقائق للاسف رغم ان نقوله بعد صديق لي شخصي يا غير احنا نقول الحقائق والحقائق ما تؤلم حد ما تؤلم حد هذه حقائق هذه نظرته هو لماذا ما يعدلها في الثمانينات ما زالت الناس متخرجة من الكليات ومتخرجة من الجامعات وذا كامل ودخلوا جامعيين ودخلوا في الكليات لماذا ما يسن القانون 2008 و2009 2008 إذا الأمور لازم يعود فيها إنصاف والقائد ما يعود ما هو منصف نقول عنه ما هو منصف نقولها اليوم نقولها الصبح نقولها عقب إذا مات 20 سنة ونكتبها ملي إذا إحنا تاريخنا لابد أن من محصوه بحقائق وإلا نعود شي من الناس نعود نشجع الناس الثانية الفاسدة منين تعود لا القائد اسمه لولا محمد الاستغلال كان 81 غير فرض عليهم فتح حصار الزاك فتح فرضها وخرج التصويت هو وقعنا بضمان الجزائر طلب جزائري واللي قال له بعض الأشخاص في القيادة علنهم ما هم فاتحينه وعقب خلق زرق وجاءوا ثلاثة ضد فتح الحصار وواحد سكت اللي هو هذا الرئيس رايك ما زرق مع أحد وخمسة زرقوا لفتح الحصار بما فيه محمد وقف إطلاق النار مجانا وخلى رالي يمشي مقابل شم الفضاء إذن منين بعد ما نقولوا عن محمد كارثة عن المشروع الوطني وعن الفرد ياسر ما دخل ذاك اللي عدل كامل من بعض الأخطاء نخلوه عنه إنسان تخبط طوف وبذل مجهوده من أجل المشروع الوطني وتفي غير لا مجهود بعد غير ما في شيء ذاك هو الحقيقة قد حد يقول عنه ابدع فيه والله قبض فيه شيء ماذا كان في الصحراء قاعدين يعودوا يستغلوا وما يجينا حد ما يعود يجينا حد قلت عنه زبوني وتلي يتكلم لنا عن حقبة من التاريخ احنا عايشينها ويقول لنا اعلن 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 اخليك في هذا واخليك وعنه كانت نظرة ثاقبة منين هي المسائل النظرة الثاقبة اللي خلقت من طرفك والله الشيء ذاك هو انجاز كبير عدلنا في اطار المشروع الوطني انا اخترنا نطرح هذا السؤال كان شجاع ايه يا غير يفتقد النظرة ويفتقد يعني ل ل ل ل ل البدع قبال وقوة الشخصية وخاصة قدام الحليف حقبة هذا هو بعد اللي نقدر نقول انا ردا على هذا السيد اللي جبت جاب فكر الحسين سيد موسى وهذا ما هو ناقص من تاريخه هو عدل جهده لحق مرحلة معينة كان مغطيها 16 سنة مثلا مغطيها الكفاح المسلح ولكن الانكشاف الكبير رغم انه هو عدل في زمن الكفاح عدل في ياسر من القبلية وعدل في ياسر من الامور اللي ذكية واضحة للناس من تعيينات اقارب في اماكن مادية ومن ديك المسائل اللي قلنا وياسر منهم اللي ما نبغى نقوله قاعد ولنا قايدينه لكن على كل حال تبقى فترة محمد عبد العزيز الزين بعيد من فترة إبراهيم غالي ولا يفكر بس اللي يجي في بال أمه اللي إبراهيم غالي لعل يعود لا كيف والله أضعف لأنه يعني ما ماشي إلا بالضعف مرحبا بكم وسهلا تمنياتكم بالتوفيق إن شاء الله.